بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماحة عبد الفتاح النهاردة هنكمل شرح الساينس للصف السادس الابتدائي لغات كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الالكتريك لامبس وقلنا ان هي the most popular two types كان اللايت بالب والاي والفلورسنت لامبس. النهاردة هنتكلم على موضوع مختلف النهاردة هنتكلم على الالكتريك سيركتس الالكتريك سيركتس يعني الدوائر الكهربية electric circuits okay طيب electric circuit يعني ايه ال electric circuit it is a closed and continuous path okay لازم تبقى closed و continuous عشان تبقى circuit عشان تبقى دايرة okay electric circuit يعني دايرة كهربائية okay it is a closed and continuous لازم تبقى closed و continuous it is a closed and continuous path through which من خلالها the electric current passes, making a complete cycle، okay يعني إمتى الـ electric current يعمل complete cycle، إمتى التيار الكهربي يعمل complete cycle؟ the electric current make a complete cycle، إمتى؟ لما تبقى closed and continuous path، لما يلاقي قدامه، closed and continuous path okay لو كان الباث path ده open open or يعني un continuous ال uh, electric current don't path okay مش هيمر أساسا okay يعني ال electric current ما بيمرش إلا لو شاف قدامه closed and continuous path تاني يعني إيه electric circuit It is a closed and continuous path through which the electric current passing making a complete cycle. Okay. طيب هو هنا جايب لي قايل لي the simple electric circuit consists of عامل لي simple electric circuit دي أقل circuit ينفع أعملها. Okay. عندي battery وعندي lamp أو bulb وعندي switch. Okay. وطبعا إيه اللي بيconnect بين them electric wires okay يبقى انا عندي battery طب ايه الفانكشن بتاعت الباتري الباتري هي السورس source اوف source الكتريستي او source اوف الكتريك كارنت تمام طيب اللامب اللامب دي بتمثل آه اي ماشين هي الحاجه اللي هيمر فيها الكتريك كارنت اوكي ويبين لي او يوضح لي ان في الكتريك كارنت باث اوكي طيب السويتش سويتش عشان اقدر أ uh, uh, open the circuit or close the circuit أقدر أفتح وأقفل الدائرة اوكي? Okay? the electric هو connect all these uh, uh, items تمام tamam? طيب في uh, في البيت عندنا بقى the circuit بتتكون من إيه السورس source عندنا في البيت uh, هو هو السورس اللي جاي من شركة الكهرباء اوكي okay? اللي هي السورسز اللي اللي متثبتة عندنا في الجدران دي اوكي ده السورس بتاع الالكتريك كارنت عندنا في البيت اوكي okay? في وايرز طبعا ماشيه جوه الوولز في وايرز ايه تاني عندنا طبعا عندنا لامبس اللي موجوده اور ماشينز اي ماشين بشغلها اي الكتريك ماشين يعني راديو تلفزيون ميكسر واشنج ماشين اند سو اون طبعا السويتش عندي بقدر يعني افتح واقفل السيركت عن طريق ايه ان انا بشيل الفيشه من السورس اوكي okay. طيب uh, فدي ذا سامبلست الكتريك سيركت تمام طيب uh, هو بيقول لي الباتري ات وركس از a سورس هنا عندي في في السيركت بتاعتي في الالكتريك سيركت السورس هنا عندي الباتري اوكي okay. يبقى الباتري وركس از a سورس اوف الكتريك كارنت هي مصدر التيار الكهربي ان ذا الكتريك سيركت تمام طب Electric وايرز They are used to connect the battery to the lamp. هي هي connect the battery to the lamp and the switch. هي بتconnect all items. Okay. يبقى ال electric wires ال function بتاعتها connect the battery the battery to the lamp. Okay. Uh, وعندي uh, the third item اللي هو ايه ال lamp. Okay. يبقى أنا عندي ال electric circuit بتاعتي consists of إيه battery, electric wires, a lamp. Okay. تعالوا نشوف. هو هنا بيقول لي look at the following two electric circuits figure A and figure B and try to and try to find uh, why the lamp in figure A is lighted lamp in figure A is lighted while the lamp in figure B is not lighted okay تعالوا نبص على figure A و figure B figure A lamp is lighted تفتكروا ليه اللامب هنا lighted طبعاً واضح إن دي إيه Closed Electric Circuits تمام؟ يعني Electric Current اللي موجود في الباتري شاف قدامه Closed and Continuous Path لأ المسار Closed and Continuous okay. طيب يبقى هنا عندي Closed Circuit عندي Closed Circuit وعشان كده Electric Current Path Through It كاي؟ okay. الالكتريك كارنت مش هيباث ابدا لو كان الايه السيركت اوبند اوكي هنا السيركت عندي كلوز ما فيهاش اي حته مش متوصله بالثانيه هي كلوز سيركتس سو سو الالكتريك كارنت باث اوكي اند ذا لامب از لايتد اوكي واللام لايتنج اوكي okay? طيب فيجر بي واضح طبعا قدام ان الالكتريك سيركت دي مش كلوز باث Okay. فيها حتة مفتوحة، أوكي؟ okay. شايفين الواير اللي على ال left side مش متوصل باللامب، أوكي؟ okay. يبقى دي open electric circuit الكارنت الـ كارنت current الباث electric current لقى كونتينوس opened and not continuous، أوكي؟ okay. فإيه الالكتريك كارنت current not bus. مش هيمر أصلا، أوكي؟ okay. يعني لو الالكتريك كارنت شاف قدامه إن الباث path opened مش هيمر أصلا، أوكي؟ okay. طيب واضح إن دي تاني، نقول why بقى الـ not lighted، أوكي، okay. ليه؟ لأن دي open circuit، أوكي، okay. فعشان كده so electric current not pass through uh, the wire، أوكي، okay. so the lamp is not lighted، تمام؟ طيب، أهو بيقول لي، إن فيجر أ، all the parts of the electric circuit are connected together. كل الحاجات متوصلة مع بعض All the parts are connected together خلاص كلام ده في سيجار ايه يبقى دي اسمها ايه A closed circuit هو عامله ايه بالريد color يعني ايه ده اه مفهوم مهم okay. يبقى لما يبقى كل ال parts connected together دي بسميها ايه A closed circuit So the electric current passes through the circuit And the lamp lights up. Okay. عشان كده الالكتريك كارنت current هيباص، أوكي، okay, واللام هيحصل لها إيه؟ Lights up، هتنوّر، أوكي؟ okay. طيب، إن فيجر B، the parts of electric circuits are not connected together، البارتس نوت not connected together، طبعًا أهي اللام مش متوصلة بالواير، تمام؟ يبقى في الفيجر بي B، the parts not connected together، في الحالة دي بسميها إيه؟ بسميها An open circuit. دي open circuit. دي دايرة مش مغلقة. دي دايرة مفتوحة. Okay. An open circuit. So the electric current doesn't pass. Bus. passes. Okay. يعني ال electric current مش هيمر أساسًا. Okay. Doesn't pass through the, the circuit. تمام؟ And the lamp doesn't light. طبعًا اللام مش هيجيلها electric current. وعشان كده مش هتنور. The lamp not lights. okay أو doesn't light okay طيب بيقولي but the electric lamps are connected in the electric circuits by two ways دي بقى حاجة تانية أنا هتكلم عليها طب هنفرض إن إحنا عندنا closed circuit وكل حاجة تمام اللامبس بقى بوصلها إزاي okay هنشوف هي اللامبس ليها two way to connect in the electric circuits okay تعالوا نشوف هنا بيقول لي methods of connecting the electric lamps in the electric circuits خلاص هنشوف نوصل اللامب ازاي في الالكتريك سيركتس okay. خلاص احنا عندنا closed circuits وتمام طب هنوصل اللامب ازاي جوه closed circuits تعالوا نشوف عندنا two ways to connect the lamp in the electric circuits uh, the first way اسمها is serious connection serious connection يعني ايه serious connection بسم التوصيل على التوالي serious connection اهو انا عندي انا رسمة بالقلم ال اه two ways ممكن اوصل اللامس بالشكل ده جنب بعضهم ممكن اوصل اللامس بالشكل ده تحت بعضهم اوكي يعني يا اما جنب بعضهم يا اما كده ايه تحت بعضهم اوكي طيب the first way اسمها serious connection اللي هي الرسمة اللي فوق دي اسمها serious connection التوصيل على التوالي طيب the, the second way اسمها ايه parallel connection parallel connection يعني التوصيل على التوازي okay. مش عارفين احنا كلمة parallel وعارفين كلمة parallelogram توازي الاضلاع parallel connection يعني التوصيل على التوازي واللي هي ايه في, الـ في, الـ في الرسمة اللي تحت okay. طيب يبقى أنا عندي الـ ways of connections عندي two ways of connection okay عندي series connection okay وعندي parallel connection تعالوا نشوف إيه الفرق بينهم بيقول لي letter A أو the first way series connection A series connection إيه الـ definition بتاعه it is a way in which هو الطريقة اللي فيها إيه it is a way in which the light bulbs are connected one after another in one root الجزء اللي كاتبه ده بالريد color ده مهم جدا طبعا يتحفظ بتبقى الطريقه ازاي one after another in one root اوكي يعني بوصل البالبس ازاي واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه في في ايه في فرع واحد او مسار واحد اوكي يبقى في serious connection بوصل البالبس ازاي one after another in one route, the series connection. يبقى definition إيه؟ It is the way in which the light bulbs are connected one after another in one route. تمام؟ ايه طيب، activity 2: to show the connection of light bulbs in series. تعالوا نشوف السيريس series connection بيبقى إزاي، وإيه الـ properties بتاعته.

تعالوا نشوف ستيب نمبر 1 شون ان فيجر اي ادي فيجر اي دي سيمبل سيركت خالص اهي مجرد ايه الباتري ولام وعامله كونكشن بتوين ذم باي اي اوكي يبقى ده ايه تمام انا لسه ما زودتش اللامب هي جاست وان لامب هجيب لام. هجيب باتري عشان تبقى source of electric current وحوصل بينهم ايه بelectric wire تمام إيه observation بقى طبعا انا شايفة ان ده closed circuit دي closed circuit عشان ده closed path okay. اكي فالelectric current pass through the closed circuit and the lamp lights up اكي okay. مش ده اللي هيحصل اللي انا شايفة عشان هي closed circuit الcurrent او الـ electric current هيpass through the electric circuit okay طب ايه اللي هيحصل لللام lights up okay ادي الobservation the light intensity تعالوا نشوف light intensity of the bulb is strong يعني ايه light intensity دي كلمة جديدة يعني شدة الاضاءة light intensity شدة الاضاءة اللي انا شفته ان اللام عندي light intensity بتاعتها is strong لقيت الإضاءة قوية كده جدا وجميلة أوكي okay. يبقى ده اللي أنا شوفته في إيه في the first step the light intensity شدة الضوء is strong قوية تمام طيب uh, step number two connect another light bulb to the circuit as shown in figure B حطي لي another bulb هات لمبة تانية أوكي okay. طب أنا جبت another bulb ودخلتها في السيركت عندي ووصلتهم طب ده ايه ده سيريس كونكشن ليه لان التو بالبس متوصلين ازاي one افتر another ان one روت اوكي okay. تمام صح مش ده السيريس كونكشن اهو انا شايفه one افتر another ان one روت اوكي okay. يبقى انا حطيت ايه انذر بالب اوكي ايه اللي انا شفته بقى إيه أنا شفت إن يعني ده closed bath يعني closed circuit يعني electric current حي باس through the lamps okay the two lamps are lights up okay حي نوروا okay. بس أنا شفت إيه بقى the light intensity of the two light bulbs decreases تاني كده تاني the light intensity قلنا ال light intensity يعني شدة الضوء أو شدة الإضاءة okay the light intensity of the two light bulbs decreases لاحظت كده إن الإضاءة ما بقتش قوية أوي زي ال first step شايفين اللام في ال first step the light intensity strong الإضاءة قوية جدا وكويسة في ال second step لقيت إن ال light intensity decreases لقيت الإضاءة بقت إيه ضعيفة شوية okay. طيب إيه في الـ third step قال repeat the previous step by connecting four light bulbs as shown in figure C okay. بدل ما كان عندك two light bulbs لا خليهم four light bulbs okay. طيب جيت حطيت four light bulbs okay. ايه connection ده؟ طبعا ده سيريس connection. ليه؟ من الديفينيشن اهو one after another in one root okay bulb ورا التانية في one root في دائرة واحدة أو في فرع واحد okay أو في branch واحد okay يبقى one after another in one root يبقى ال ال connection اللي قدامي ده series connection بس إيه observation عندي شايفين واضح من الرسم إن light intensity بقت very weak بقت ضعيفة جدا ال البالبس بقت ال light بقت يعني الضوء بقى خافت جدا. شايفين فير إيه؟ light intensity كانت strong. فير بي light intensity decreased قلت. هنا light intensity بقت very weak. okay. طب تعال نشوف observation. قالي the light intensity of the four light bulbs becomes very weak. تمام؟ طيب. تعالوا نشوف the fourth step. unscrew one lamp from the electric circuit while the others are still connected as shown in figure D. يعني إيه أنسكرو؟ يعني فك فك أو شيل أنسكرو one lamp from the electric circuit. شيل one lamp كده. Okay. من ال electric circuit. وخلي the other lamps are still connected. خلي الباقي still connected. لسه متوصلين. أوكي okay. يعني إحنا هنشيل لام فروم ذا الكتريك circuits ونسيب إيه الباقي، the others are still connected، تعالوا نشوف أهو شلنا one لام إيه اللي هيحصل، أوكي okay. الايه إيه ال 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 بقت open circuit، أوكي؟ okay. لإن أوكي okay. التو ال two points دول، النقطتين دول كان إيه اللي بيوصلهم اللامب أو البالب اوكي okay. يعني كان التو بوينتس دول بيتوصلوا عن طريق البلب ازاي يعني الكرنت يجي للفيرست بوينت اوكي اللي هي الرايت بوينت right ويطلع في اللام ويمشي في الفيلامنت وينزل في السكند بوينت اوكي ويكمل الايه الباس بتاعه تاني كان الـ Electric current جاي من البترى واصل لغايه الرايت بوينت right دي ويطلع في اللام يمشي في الفيلمنت وينزل على الليفت بوينت فانا لما ف... لما عملت انسكروينج للبالب لما شلت البلب بقى عندي التو بوينتس دول نوت كونكتد اوكي مش متوصلين اوكي بقى التو بوينتس دول نوت كونكتد يبقى بقت السيركت اللي عندي اوبن سيركت بقت دايره مفتوحه اوبن سيركت هل الالكتريك كارنت هيباس نو أو doesn't the electric current doesn't pass through the, the open circuit okay ال ال electric current مش هيمشي أصلا okay فأشوف إيه ألاقي إن ال all other bulbs light off okay lighted off تمام كلهم هيطفوا فبيقول لي إيه the four light bulbs are turned off okay مفيش أي إيه إضاءة تمام تعالوا نشوف يبقى الـ conclusion in serious connection بلاحظ ايه بقى في serious connection by increasing the number of connected light bulbs the light intensity of the bulb decreases okay. يعني ايه يعني كل ما زود ال number of bulbs okay. ال light intensity شدة الاضاءة هتقل okay. يعني by increasing the number of the light intensity decreases okay يبقى أنا عندي إيه هنا inverse relation في ال series connection عندي inverse relation between the number of bulbs وال A وال light intensity كل ما هزود عدد ال bulbs كل ما light intensity هتقل okay تاني في ال series connection by increasing the number of bulbs okay the light intensity of the bulbs decrease okay طيب وعامل لي الحاجتين باللون الـ red color يعني يتحفظوا يبقى by increasing the number of bulbs the light intensity اللي بيحصل لها decrease اوكي okay. طيب بيقول لي there is one root طبعا ده اللي انا شايفاه من كل الفيجرز ان انا عندي one root فرع واحد اوكي okay. there is one root وعملها بالred color يعني دي بتيجي complete يعني تتحفظ there is one root for the electric current to pass ما عنديش غير one route عشان الـ electric current يباس okay يبقى there is one route for electric current to pass through the circuit to pass through the circuit so by unscrewing or burning out one bulb لو one bulb أنا فكتها أو حصل لها burning out حرقت okay اللي بيحصل the electric current doesn't flow okay الإلكتريك كارنت مش هيمر يبقى تاني في السيريس كونكشن عندي only one route اوكي okay. for electric current to pass through the circuit اوكي okay. عندي طريق واحد بس أو عندي فرع واحد بس قدام الإلكتريك كارنت اوكي يبقى عندي only one route for electric current to pass through سو so, so وعشان كده لو عندي by unscrewing one bulb or burning out لو عندي one bulb بس حصلها unscrewing فكتها أو burned out أو اتحرقت يبقى electric current doesn't pass through the circuit خلاص بقت open circuit خلاص وال electric current doesn't pass through the circuit والـ و all the electric bulbs اللي هيحصلهم it off all the light bulbs will turn it off okay هنا بيقول لي give reason when unscrewing one bulb from the opposite figure the electric current doesn't flow لو فكيت one bulb من الفيجر ده ال electric current doesn't flow طبعا هقول له عشان في series connection في only one route for electric current to pass okay وعشان كده بن by unscrewing or burning out one bulb, the electric current doesn't pass. طبعا ده بيعتبر من مساوئ دي يعني ايه ال ال serious connection. Okay. Uh, دي من ال من الحاجات ال اللي مش مرغوبة في ال في serious connection. Okay. يبقى بيقول لي because in the series connection there is one route for the electric current to pass through. Okay. عشان في الـ serious connection ما عنديش غير one route، أوكي؟ okay? طريق واحد، أوكي؟ للإلكتريك electric current، أوكي؟ okay? ولما الطريق ده يحص... يتفتح أو يحصل له opening، خلاص الإلكتريك electric current doesn't pass، okay? أو doesn't pass، okay? أوكي؟ طيب تعالوا نقول تاني، يبقى because in the serious connection there is one route for electric current to pass through، أوكي؟ okay? تمام. وطبعا زي ما قلنا ده من الايه من الديسادفانتج اوف ايه اوف سيريس كونكشن ديسادفانتج اوكي يعني انا لو عندي الكتريك سيركت وفيها مثلا بالبس والكتريك ماشين وكده لو يعني لو انا لو انا في البيت عامله سيريس كونكشن اوكي يبقى لازم اشغل كل الحاجات مع بعضها اوكي okay? يعني لو جيت uh, طفيت وان بالب او عملت تيرن اوف لالكتريك ماشين مثلا يبقى كل البالبس أو كل الماشينز ايه مش هتشتغل، اوكي يبقى ده من disadvantage of a of series connection. تعالوا بقى نشوف البارallel connection. تمام؟ Parallel connection. Parallel connection it is a way in which the light bulbs are connected in branching routes. يعني ايه branching routes؟ uh, في طرق متفرعة، اوكي؟ يعني مش في وان روت، لا، Branching Roots، اوكي؟ في خطوط متفرعة، اوكي؟ مكتوبة باللون الريد كولر يعني تتحفظ، تاني Definition بتاع البارالل كونكشن ات It is the way، هو الطريقة in which اللي فيها، It is the way in which the light bulbs are connected in a Branching Roots، فاكريني في سيركت في ال في the serious connection كنت بقول ايه؟ it is the way in which the bulbs are connected one after one in one route لا هنا light bulbs are connected in branching routes مش في one route لا branching routes okay بتتحفظ ثم بتيجي في الكمليت طيب activity 3 to show connection of light bulbs in parallel توصيل على التوازي نفس التولز اللي عندي four small lamps with holders, battery وعندي connecting wires وعندي screwdriver. طيب. Uh, step number one. Connect two light bulbs in an electric circuit as shown. طب حد يقول لي ليه ما بدأتش بone bulb? لا عشان يبقى barrel connection لازم على الأقل two bulb. لان انا لو حطيت one bulb حيبقى series connection. Okay? فايه على الاقل ابدأ آه ابدا بتو بالبس عشان اوريكم الكونكشن بيبقى ازاي شايفين الكونكشن ما بيبقاش التو مش بيسايد اتش اذر لا دول كده ايه اندر اوكي اندر اتش اذر اوكي طب يبقى عندي الباتري الفيرست بالب اهي السكند بالب تحتها اوكي okay. مش جنبها تحتها يبقى ده ايه كونكشن وعشان كده عندي روت اهو روت ماشي في الفيرست بالب اهو طريق ماشي في الفارست بالب وانذر روت ماشي في السكند بالب اوكي okay. يبقى ده ايه شايفين شكل البرل كونكشن طيب تمام هبص كده عندي اللي عاملين تو closed سيركت خلاص عندي السيركتس تو تو circuits are closed عندي دايرتين مقفولين اوكي okay. يبقى التو الكتريك سيركتس ار كلوز يبقى الكرنت هيباس ولا لا طبعا الكتريك كرنت هيباس تمام الاوبزرفيشن بقى the light intensity of the two bulbs is أو إيه uh, ، is strong، light intensity لقيت إن شدة الإضاءة، okay في two bulbs strong، أوكي، okay. تمام، يبقى أنا حطيت two bulbs، أوكي، okay. تحت بعض، أوكي، okay. يبقى الـ electric current path، عشان دول two electric أو two closed electric circuits، وإيه اللي أنا شفته؟ شفت إن الـ ، light intensity of two bulbs is strong، إن شدة الإضاءة قوية. Okay light intensity of two bulbs is strong، تمام؟ طيب el uh, second step اللي connect four light bulbs in an electric circuit as shown in figure b. حط بقى ال four light bulbs حطهم بالشكل ده. Okay مش جنب بعض لا تحت بعض واعمل branches كده. Okay طيب يعني إيه يبقى عندي كم root؟ اهو عندي one two three four roots. Okay كل روت متوصل بإيه؟ بـ 1 bulb، أوكي؟ okay. يبقى ده الـ إيه؟ البارال الكونكشن، بيبقى شكله كده، أوكي؟ okay. طب الـ electric current هيباص ولا لأ؟ طبعًا هيباص، لإن أنا عندي 4 closed circuits، أوكي؟ okay. عندي 4 closed circuits، يبقى الـ electric current هيباص، أوكي؟ okay. طيب، تعالوا نشوف الـ إيه؟ الـ observation، بيقول لي the light intensity of the 4 bulbs is similar to the light intensity of the two bulbs in the previous step. لقيت ان اللايت انتنستي ما تغيرتش اوكي okay. لقيت ان اللايت انتنستي is similar to the light intensity above okay. يعني لقيت ان شدة الاضاءة strong زي ما هي اوكي okay. يعني اللايت انتنستي is still strong ما تغيرتش ابدا ولا اختلفت تمام اوكي okay. ده معناه ان الباراليل كونكشن باند decrease او doesnt decrease the light intensity okay. اوكي ودي حاجه كويسه دي من الادفانتج اوكي okay. uh, هنا في الفيرست ستيب بيقول لي unscrew one of the bulbs while the other are connected as shown in figure C اوكي okay. هنعمل برضو نفس الحكايه هنعمل unscrew one of the bulbs هنفك واحده من البالبس أوكي okay. وهنخلي ال ال all other bulbs are connected أوكي okay. هنيجي للسيركت بتاعتنا وهنفك bulb say مثلا bulb number three أوكي okay. وهنخلي ال another bulbs are connected أوكي okay. طب إيه اللي هيحصل اللي إحنا شوفناه لقينا ال three bulbs أوكي okay. light up أوكي okay. لقيناهم منورين زي ما هما أوكي okay. فاكرين في الـ serious connection لقينا الـ are إيه؟ turned off، لما عملنا on scrolling The one bulb لقينا all bulbs are turned off، لأ هنا all bulbs still light، أوكي؟ okay. يبقى إيه اللي حصل؟ أوكي، okay. ليه بقى؟ لإن أنا عندي branching root أوكي؟ okay. بصوا مش أنا كان عندي four closed circuits؟ طيب، لما بقى فيه one of them open circuit is open circuit لما بقى فيه open circuit طيب ما خلاص still عندي three closed circuits. بصوا بعينيكوا كده عند lamp نمبر one closed circuit. فايه? الـ electric current هيباص آآ آه في lamp نمبر two هنلاقي closed circuits. امشوا كده من عند الباتري. ماشيين لغاية lamp نمبر two وارجعوا للباتري هتلاقوا closed circuits طيب عند اللمب نمبر 3 اللي انا عملت لها ان سكرو اللي انا فكتها ايوه دي بقت اوبن سيركت مش انا قلت عند التو بوينتس دول اللي بيوصل التو بوينتس اللام فانا لما شلت اللام بقى ايه عند التو بوينتس دول الطريق مفتوح اوكي يبقى دي اوبن سيركت اوكي الكرنت طبعا مش هيمر اوكي طيب الكرنت هيخش على ايه لامب نمبر 4 امشوا من عند البطري امشوا مع الالكتريك كارنت وما تدخلوش اي فرع لغايه لما توصلوا لللامب او البالب نمبر فور وارجعوا للباتري طب دي كلوزد ايه كلوزد سيركت يبقى ايه الالكتريك كارنت هيباس اوكي يبقى اللام هتبقى ايه لايتس اب اوكي يبقى واضح ان في البارلل كونكشن لو عملت ان of one bulb بالب ده ما بيأثرش على الايه another بالبس اوكي طبعا دي حاجه جميله جدا جدا يعني ده معناه ان انا لو عندنا في البيت عاملين بارالل كونكشن اوكي وبعدين حصل ان وان بالب حصل لها بيرنينج اوت اوكي لمبه اتحرقت وان بالب از بيرنينج اوت ايه اللي هيحصل ان الاول اذر بالبس ستيل لايت اب اوكي هيفضلوا منورين اوكي okay? طبعا دي حاجه من الادفانتج انا مش عاوزه لما بلب يحصل لها تيرن اوت تتحرق يبقى كل البيت يطفي لا عايزه لما بلب يحصل لها بيرنينج اوت تتحرق كل البيت يفضل شغال تمام دي بقى ايه من الادفانتج اوف باراليل كونكشن اوكي هنا بيقول لي ذا اذر 3 لامبس ار لايتد اب اوكي with the same light intensity وليهم نفس اللايت انتنستي يبقى واضح ان البارالل كونكشن في advantage أحسن من الـ من the series connection. هنا بيقول conclusion in parallel connection by increasing the number of connected light bulbs، ها بزيادة النمبر بتاع البالبس اللي بيحصل the light intensity of the bulbs remains as it is تفضل زي ما هي. okay يعني مش هكتب by increasing increasing لا مش بتزيد لكن بتفضل بتفضل على الأقل زي ما هي، remains as it is، تمام؟ أهو عامله بال بال بالـ red color يعني الحاجات دي تيجي complete. يبقى لازم تتحفظ، يبقى by increasing the number of connected bulbs ها، اللي بيحصل للـ light intensity remains as it is. الكلام ده فين؟ الكلام ده في الـ parallel connection. طيب، بيقول لي there are branching roots، فاكرين في series connection؟ كان عندي there is a one route for electric current to pass okay في الثاني في series connection كان عندي only one route for electric current to pass لكن هنا عندي ايه branching routes طرق متفرعة okay عندي branching routes for electric current to pass through it أو through the circuit so by unscrewing one of the lamps لو فكيت واحدة by unscrewing one of the lamps the electric current moves in the other route okay ما خلاص عندي أكتر من route مش عن مش عندي one route زي في الـ serious connection لأ ده أنا عندي أكتر من route فلو فتحت route لو فتحت route لو فتحت طريق يعني by unscrewing the bulb electric current يمشي في الـ another route okay and other lamps in the circuit don't turn off وال other lamps don't turn off مش هتطفى. okay طبعا ده من الادفانتاج of a parallel connection هيجي يجيب ريزون على طول in the decorative lights that are used in religious celebrations and wedding if one or more lamps burned out the other lamps don't turn off okay؟ يعني في, الاحتل... في الاحتفالات الدينية أو في حفلات الزفاف أو في أي حفلات كل البالتز بنوصلها ليه parallel، اوكي؟ okay. أو ليه لما one bulb or more than one bulb turn it off لو اتحرق لو اتحرقت bulb أو أكتر، ليه all the bulbs still light؟ ليه؟ لأن هم طبعا هنوصلهم إيه parallel connection، طبعا إحنا مش عايزين نبقى قاعدين مثلا في أي celebration، أي احتفال أو wedding أو كده، ولو one bulb بيرند اوت لو لمبة اتحرقت، one bulb Burn it out كل ال 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 wedding celebration يطفي اوكي okay? ما ينفعش ما ينفعش تبقى الناس قاعده ولو لمبه اتحرقت نلاقي كل ال 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 الفرح ضلم ما ينفعش فيبقى لازم 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 نوصل parallel connection يبقى because the lamps in the decorative lights are connected in parallel اوكي okay? اقول له ليه لان انا موصله parallel وعشان كده لو one or more lamp burn out the other lamps don't turn off بقية lamps مش هتطفي because the lamps in the decorative lights are connected in parallel okay هنا بيقولي comparison between series connection and parallel connection طيب ايه uh, ال points of comparison هقول ال definition هقول اتكلم على light intensity هقول the effect of burning out or unscrewing any of the lamps okay طبعا ال definition في الـ serious connection، it is the way in which the light bulbs are connected إزاي؟ قلنا on one after another in one route، تمام؟ طيب، parallel connection قلنا إيه؟ it is the way in which طريقة اللي فيها، okay the light bulbs are connected إزاي؟ in branching routes، okay in branching routes، تمام؟ طيب الـ light intensity طبعا, طبعًا. عارفه عارفين ان اللايت انتنسيتي في السيريس كونكشن بتقل وبتزيد اوكي okay. لكن في الـ في البارالل كونكشن ريمينز as it is اوكي okay. يبقى اللايت انتنسيتي في السيريس كونكشن decreases باي increasing ذا نمبر اوف lamps عرفنا ان عندنا ايه ريفرس ريليشن علاقه عكسيه ريفرس ريليشنز ازود عدد البلب يبقى اللايت انتنسيتي تقل اوكي okay. يبقى باي decreasing او او ان اللايت انتنستي بيحصل لها ايه ديكريزز بتقل decreases by increasing the number of the lamps تمام طيب هنا اللايت انتنستي remains constant اوكي هنا اللايت انتنستي constant okay. اوكي لا بتقل ولا بتزيد اوكي okay. ريمينز ملهاش علاقه بالنمبر of bulbs اوكي سواء زودت البالبس او قللت البالبس هي remains as it is يعني ايه يعني light intensity constant اوكي okay. ثابته يبقى light intensity remains constant by increasing or decreasing the number of lamps اوكي okay. سواء قللتهم او زودتهم هي الايه light intensity constant <applause> تمام طيب بعد كده هتكلم the effect of burning out or unscrewing any of the lamps طبعا احنا عارفين ان انا لو عندي just one bulb أو just one lamp حصل لها unscrewing or burning out، عارفين عارفين إن في serious connection كل الlamps هيحصل لها إيه؟ turning off، لكن في parallel connection مفيش أي حاجة هتتأثر، كل الlamps still إيه؟ still light up، okay؟ يبقى effect of burning out or unscrewing any of the lamps اللي هيحصل the other light bulbs are turned off. Okay. كل الباقى حيطف هنا في البارallel ال connection the other light bulbs are lighted are lighted up with the same intensity لا الباقى the other bulbs هتفضل مناورة وكمان إيه with the same intensity نفس شدة الإضاءة Okay هنا بيقول لي connecting the electric lamps in house Okay تفتكر بقى أنا حواصل Electric lamps in house إزاي parallel ولا serious؟ عايزين توصلوها series ولما just one bulb turn burning out all other bulbs turn off عايزين توصلوها series كده؟ عشان لو bulb بس اتحرقت كل ال other bulbs turn off تطفي ولا عايزين توصلوها parallel ولو حصل ان one bulb لها burning out or unscrewing كل ال other bulbs still light up؟ Okay. طبعًا، of course، عايزة أوصلها parallel، of course يعني، يبقى connecting، يبقى إحنا توقعنا طبعًا connecting the electric lamps in house إنه يكون إيه؟ لازم يكون parallel. بيقول لي after studying the series and parallel connection، what is the, what is the way to إيه؟ to connect the electric lamps and electric machines in the house؟ توصل اللامبس بقى والالكتريك electric machines في ال إزاي؟ طبعا أنا عندي في الهاوس عندي فان وعندي تلفزيون وعندي راديو وعندي واشنج ماشين وعندي ريفريجيريتور وعندي لامس وعندي ماني إلكتريك ماشينز and many bulbs أوكي يا ترى هوصلهم ازاي؟ أكيد هوصلهم بارلل أوكي تعالوا نشوف كده activity 4 to recognize the way to connect the electric lamps in the house عشان تقرر انت هتوصل الايه الالكتريك لامبس ان ذا ازاي بيقول لي نمبر 1 اون ذا لامبس ذا رومز اوف ذا هاوس اوكي نور كل اللامبس في كل الهاوس في كل الايه الاوض turn on the lamps in all rooms okay. number 2 operate one of electric machines okay. شغل اي electric machine عندك okay. طيب such as either radio شغل الراديو mixer خلاط or television اوكي okay. يبقى أول حاجة هتعمل إيه turn on all lamps in all rooms okay number two operate one electric machine okay number three turn off one of electric lamps جرب إنك أنت تطفي one lamps كده turn off one of electric lamps in one room okay اللي هتلاحظه طبعًا في البيت هنلاحظ إن كل الحاجات الباقية still إيه still operate or still light okay يبقى the electric اللي احنا هنشوفه the electric lamps and electric machines are still turned on okay يعني احنا في البيت لو عملنا turn on all lamps in all rooms وبعدين operate one electric machine وشغلنا كمان اي جهاز okay وبعدين جينا okay عملنا turn off one of electric lamps اطفي one lamp turn off of one electric lamps. اللي أنا هشوفه إن الـ Electric lamps أو all the the, the all the electric all the other electric lamps still is still turned on. حلاقيها شغالة زي ما هي. in the other room. okay. وحلاقي Electric machine برضو is it turned on. okay. يبقى the إيه conclusion. يبقى أنا عرفت إن الـ all lamps and machines in the house are connected in a parallel، okay؟ يبقى أنا عرفت كده إن الـ ال في الهاوسز بيبقى إيه؟ parallel connection، okay؟ يبقى all lamps and machines in the house are connected in parallel، okay؟ with the main distributor of energy. so their function is independently، يعني الوظائف بتاعتها مش معتمدة على بعض، okay؟ يعني لو عندي electric machine حصل له بيرنينج او الكتريك بالب حصل له بيرنينج اوت اول اذر ماشين از ستيل تيرن اون اوكي كل بقيه الالكتريك ماشين هتفضل شغاله لان هم ايه Independently. مش معتمدين على بعض وده ليه عشان هم كونكتد ان باراليل اوكي طب هنا بيقول لي جيف ريزون turning off or damage any of the lamps in a room doesn't affect the lamps in the other rooms. of the house okay give reason ليه لو واحد يعني lamps one of the lamps حصل لها burning uh, حصل لها turning off أنا طفيتها أو damage أو حصل لها يعني burning out كل ال other lamps okay still a turn on أهو oh. give reason turning off or damage any of the lamps in a room doesn't affect the lamps in other rooms of the house okay because all the electric lamps in the house are connected in parallel to the source of electricity in the house okay كل اللمس اللي في البيت متوصلة مع السورس إيه parallel connection okay قل له because all the electric lamps in the house connected in parallel متوصلة على التوازي connected in parallel to the electric source of electricity in the house okay الدرس ده لطيف جدا ذاكروه كويس سهل جدا ونتقابل أه، في الفيديو الجاي في الدرس الجاي تمنياتي لكم بالتوفيق بالتوفيق <applause> ما تنسوش لايك والشير والسبسكرايب عشان نفيد اكبر عدد من زمايلنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته